مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده من إن بوكس على قناه صدى البلد. النهارده ان شاء الله كده هيكون معانا فقرات حلوه. طبعا النهارده عيد الام، كل سنه وكل امهاتنا بخير وطيبين وبصحه، ويا رب كده تكون سنه سعيده عليهم. النهارده ان شاء الله حلقتنا يكون ليها علاقه اكيد بعيد الام. بس قبل ما نقول لكم فقراتنا اسلم على خطيب. ازيك يا نوره؟ ازيك يا خطيب؟ الحمد لله، وان شاء الله هنفرح بيك قريب وهتحتفلي هتحتفلي بعيد الام بقى. انا ممكن احتفل دلوقتي عادي. صحيح. صح؟ بس لسه مش هدايا بقى. مش ابدأي بقى من دلوقتي فهميني في هدايا. هو داخل على هدايا، هفهمه ايه؟ المفروض يعني صحابي يحتفلوا بيا برضو مثلا. كلك ذوق. كلك ذوق يا استاذ. كلك ذوق ونظر. طيب خلينا نعرف الساده المشاهدين معانا ايه النهارده في الحلقه. من الاخر الاول هيكون معانا المستشار احمد فوزي حجازي اللي هيكلمنا عن عقد الوكاله والفرق بينه وبين عقد الايجار وعقد العمل، وايه هو عقد الوكاله. حلو جدا. اما الفقره اللي جايه فهنستمتع كده معاكم بالحان حلوه جدا اكيد تخص عيد الام مع عازفتين، يمكن هم يعني هيمتعونا بالالحان اللي هتبقى موجوده. نوره حسن عازفه الفلوت والناي، ويمكن هي ليها انجازات كتير جدا وعايشه في النمسا، وكمان عازفه الايقاع وتلميذه الاستاذ سعيد الارتيست. هيكون منورنا اشرقه زين العابدين. نسمع بقى والحان بقى وخطيب يغني بقى. مش ملاحظه ان كل يوم اثنين بقى في حفله؟ الحمد لله. شفتي؟ وجو بهجة. انا بقى بيبقى في مزيكا ده بسيب بقى الموضوع خالص. ببقى اعلامي اليوم ده. المزيكا كده تبقى موجوده في الاجواء، تلاقي كده الجو بقى ايه راح في حته تاني، وبقى في الوان وبقى في حاجات حلوه كده كتير. حلو، هنتبسط النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. وبناء عليه خلينا بقى نخش ونتكلم معاكم عن عيد الام. طبعا كل سنه وكل ام طيبه، وكل سنه وكل ام فرحانه ومبسوطه وفخوره باولادها وفخوره باحفادها لما يكون في احفاد كمان، لان طبعا الهديه بتبقى هديتين مش بس. يعني مش اعز من الولد ولد الولد، لا هدايا ولد الولد. فطبعا كل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وامي طيبه وبخير وسعاده، وربنا يديها الصحه، ويا رب كده دايما كل امهاتنا مفرحينا بوجودهم في حياتنا. حلو قوي. دلوقتي بقى زي ما خطيب كده يعني عايد على كل الامهات وعيدنا على كل الامهات، حابين ان احنا نتكلم معاكم في الفقره دي عن عيد الام وهدايا عيد الام، ويا ترى احتفلتوا ازاي؟ كل واحد احتفل ازاي مع مامته؟ جبت لهم هدايا ايه ولا ما جبتوش حاجه خالص؟ كل ده نتناقش معاكم فيه في الفقره دي. وكمان هنحكي لكم كده عن تاريخ عيد الام، يمكن هي حكايه بالذات بتاعت مصر يعني معروفه، ولكن هنقولها لكم برضو، وهنشوف انتوا احتفلتوا ازاي. احتفلت ازاي خطيب؟ انا لسه ما احتفلتش. بس انا كلمت طبعا مامتي قبل ما اجي وعيدت عليها، وكانت مكالمه طويله اللي هي فيها بقى ايه عملت ايه من امبارح، من كام ساعه من امبارح للنهارده لما سبتني. واخده بالك؟ وطمنت عليا والكلام ده كله. في الاخر قلت لها كل سنه طيبه. طب شاهندة جابت لك هديه ولا لا؟ شاهندة اختك. بطمن بقى على اخواتي على الهدايا. فلقيت ان كله جاب. انا الوحيد اللي لسه انت. اللي هو بقى هي مش مستنيه مني حاجه، بس ان شاء الله لا اروح لها نظبط بقى الكلام. هتجيب ايه؟ لسه مش عارف لسه. طب عادة انت بتسألها هي عايزة ايه ولا بتجيب لها بتفاجئها؟ لا بسألها انت عايزة ايه، ويعني اصلا مش حلو كمان في الهدايا، يعني انا مش حلو ان انا اجيب هدية مش في الهدايا بس والله. دايما كده صدماني على الهواء مباشرة. حب العمل وزملاء العمل. طيب دلوقتي يمكن بقى مختلف كمان في اجواء عيد الام، انه الامهات بقوا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك بشكل كبير مش زي زمان. فبقت كل ام دلوقتي قاعده مستنيه ترى ولادي هيكتبوا لي ايه، هينزلوا لي انهي صوره، اهم من الهديه. طبعا يعني الموضوع ده بقى اهم من الهديه، ان انت دلوقتي تكتبي لمامتك بقى حاجه وكتبت لها ايه بقى، وهي طبعا هيبقى قدام صحابها بقى. قدام صحابها بقى وتعمل شير وبتاع وتتبسط. لا بس فعلا الموضوع بقى مختلف، لان هو تحس ان هي رغم ان هي حاجه بسيطه جدا ولكن بقت بتبسطهم بشكل كبير. زي ما انت قلت انه قدام الناس وقدام العيله وقدام صحابهم بقى، انه صورتي مع ابني او صورتي مع بنتي وكاتبه لي كلام لطيف. اكيد ان احنا يعني
بنبقى عايزين نعمل ده طول الوقت او نعمل ده طول السنه او نعبر يعني اي حد مامته موجوده اكيد بيبقى عايز يعبر لها قد ايه ان هو بيحبها وقد ايه ان هو شايفها اعظم ام في الدنيا. ولكن اليوم ده بالتحديد بتحسوا انه في احتفال كده وكل واحد فخور بمامته وفخور بقصه النجاح او بالكفاح اللي هي عملته، كل واحد بيبقى شايف ان امه دي بطله بشكل مختلف عن اي ام تانية، فبيحاول ان هو طول الوقت يبقى بيعرفها الكلام ده، ولكن بالتحديد او بالاخص اليوم ده اكتر. بيبقى حب كده زي ما بيقولوا غير مبرر يعني مفهوم، مش مفهوش هو عطاء بس طول الوقت، هي مش مستنيه اي حاجه، لا هديه ولا اي حاجه، فاليوم ده فعلا بيبقى حاجه زي يعني رد، ولو مش جزء رد حاجه صغيره قوي اللي هو سلام عليكم كده للجميع. يعني بيتبسطوا يعني اي حاجه اي حاجه بسيطه فعلا بيتبسطوا بيها قوي. عارفه بالذات كمان لما الدنيا يعني زمان كان ممكن احنا قاعدين معاهم غير دلوقتي، مثلا ممكن تبقى انت قاعده في بيتك ومش معاهم طول الوقت، فالموضوع بيبقى احساسهم اعلى بالهديه او بالسؤال والكلام ده كله، بالذات لما احنا خلاص بقى بعدنا بقى كل واحد عنده مشغولياته وحياته والكلام ده كله. انت عارف ان الموضوع ده بقى بيأثر فيا مؤخرا، يعني طول الوقت مثلا هتلاقي الولاد والبنات في سن معين وبالتحديد سن المراهقه بيبقوا عايزين يطلعوا بره فكره ان انا جوه بيت اهلي او مع ابويا وامي، او ان انا بيقولوا لي حاجه طول ما هم قاعدين في البيت، ان انا بسمع كلامهم، او ان هم يقولوا لي نصايح طول الوقت، وابقى طول الوقت عايزين نهرب من الحته دي. اول لما بيتجوزوا او اول لما بيبعدوا او يبقوا عايشين لوحدهم او كده بيحسوا ايه ده، لا احنا مفتقدين قوي ان احنا نبقى قاعدين مع اهالينا، او نبقى مفتقدين للجو الاسري، او نبقى مفتقدين للحاجات البسيطه اللي كانت بتتعمل لنا واحنا مش واخدين بالنا، غسلنا النظيف، اكلنا المعمول، كل حاجه لوحدها، والحاجه المتروقه الاوضه سواء اتروقت او السرير اللي احنا قمنا من عليه سبناه الصبح وسبناه كده ونرجع نلاقيه متظبط وملموم وحاجاتنا متظبطه، انت بس بتيجي تاكل وتشرب وتعمل مشاكل في البيت وتخرج وترجع تاني تنام، يعني هو ده كان هو ده الحوار. بس ف حضرني موقف. قول ايه الموقف؟ لا انا بقى على الضحك اللي انت بتاعك ايه؟ خلينا طيب نطلع نشوف التقرير اللي عملناه عن عيد الام. لسه ما طيب خلينا نطلع نشوف التقرير اللي عملناه عن عيد الام ونرجع تاني. تهديه لوالدتك ولا لا؟ والله وانا لسه مستني اخد اواخر الشهر بقى ان شاء الله، انت عارف ان النهارده هو شهر اليوم بيجي يوم 21، فبيبقى لسه القبض لسه ما نزلش. لا ان شاء الله لسه النهارده. ناوي تجيب ايه؟ والله على حسب، يعني انت على حسب دنيتك انت مثلا، وعلى حسب انت دماغك هيبقى فيها ايه، بس يعني ان شاء الله السنه دي ناوي افرحها باذن الله بحاجات كويسه. طبعا انا هديتها. مش هتجيب هديه؟ لا ممكن، فاهم؟ ممكن. ناوي تجيب ايه لو ممكن؟ ام كوبايات. لسه. ناويه تجيبي ايه بقى؟ اجيب لها حاجه بتحبها يعني. ليه عايزاه يعني؟ لسه ما قررتش. لا لسه. لا لسه. ناويه تجيب لها ايه؟ وردة وأي حاجة. مامي ما بتاخدش بصراحة هدايا، بتاخد حقها فلوس. يعني انت مش هسألك هتجيبي ايه بقى، هي فلوس. لا هي احنا بقالنا فترة ودايما نسألها، انت عارف زي كل الأمهات، مش عايزة، فبنجمع مبلغ انا واخواتي وبنديهولها وهي بتشتري فيها اللي هي نفسها فيه. يا لسه على الله النهاردة اهو يا مسهل. ناوي تجيب ايه بقى؟ والله نشوف لها طعم كوبايات ولا حاجة. أكتر هدية جبتها لها قبل كده وعجبتها كانت ايه؟ لا انا كنت بديها فلوس على طول. تديها كام؟ لا على حسب اللي يقدرني عليه، مره 500 كده، فاهم؟ كنت جايب لها خاتم ذهب ودي اكتر حاجه عجبتها يعني. حلق. اكتر هديه جابتها، لا مش فاكره قوي، كانت برفان عجب. عجبها. غويشه. ماما بتحب الغويش الذهب قوي. جبت لها شبشب كويس، وجبت لها جلابيه حلوه كده. هل جبت لها طقم كوبايات او شال قبل كده؟ يعني على مر السنين يعني كنت انت مثلا في الدراسه فبتضطر مثلا انت ايه على قد مصروفك وعلى قد انت ما بتشيل، كنت مثلا بتجيب عبايه شبشب طقم كوبايات على حسب يعني. شال ممكن بس زمان قوي وانا صغيره. ممكن. لا خلي بالك انه الشال والكوبايات دي كانت حاجه كومن زمان وستاندر لكل الاولاد الصغيرين. اساسي. لا ما جبتش قبل كده خالص. حصلت مره بس كنت صغير ساعتها. ولادك جابوا لك شال او طقم كوبايات قبل كده وكان رد فعلك ايه؟ لا ما حصلش، بس بتجيب لي حاجات، بنتي بتجيب لي حاجات سوفينير كده صغيره، مانيكير، غوج،
السنه دي هتعزمني على الفطار يوم الاثنين. لو ولادك في المستقبل جابوا لك طقم كوبايات او شال هيبقى رد فعلك ايه؟ عادي حاجه حلوه. لا هفرح تمام. يعني هيبقى رد فعلك ان تمام عادي. لو قالت لك انت عندي احلى هديه في الدنيا وما جبتلهاش انت بقى هديه، رد فعلها بيكون ايه؟ والله هي بتقول بتتصل بيها كل يوم يجي مش اقل من 15 20 مره. هي مش هتتضايق طبعا ولا اي حاجه، بتقول هتكون عندها طبعا بالدنيا كلها، بس لازم برضه نجيب لها هديه. لا عادي ما بتتضايقش خالص. لا تزعل اكيد. لا عادي مالها هديتها فعلا. لا عادي ما بتفرقش معايا. عادي يعني مش لا مش هتزعل. عادي خالص. انت بتسال عن هديه عيد الام. اجمل هديه للام في الوقت الحالي ان ابنها يخش لها وهو مبتسم. دي اجمل هديه هتخش لها او بنتها، لان الام هي الام. الام المصريه مضحيه مضحيه مضحيه، عندها استعداد انها تضحي بكل شيء في سبيل ولادها. ودي كلمتي النهارده يا اولاد يا اولاد يا اولاد، امكم ثم امكم ثم امكم، حتى لو من غير هديه دخلتكوا عليها بالدنيا. زي ما شفنا كده يعني كل واحد ازاي ممكن يكون بيعبر لمامته عن حبها، سواء بهديه او بحاجه بسيطه او الهدايا حتى اللي احنا كنا متعودين نجيبها. ولكن فعلا يعني اخر حد اتكلم عن فكره انه احسن هديه ممكن تتقدم للام دلوقتي انه ابنها او بنتها يدخلوا عليها مبتسمين، دي فعلا اكتر حاجه واقعيه. للاسف انه دلوقتي مع الحياه والضغوط والمشاكل بنبقى طول الوقت شايلين الهم، وهم ما لهمش دعوه بده، ما هم كمان شايلين همنا. بس تلاقي ان انت مثلا داخل على اهلك مكشر شويه، ممكن تتعصب من اقل حاجه، ممكن بعدها لما تقعد بينك وبين نفسك ضميرك يبقى مأنبك جدا. بس في نفس الوقت انت حتى لو مش قاصد ده، بس اكيد حاجه توجع. يعني انه فكره حتى لو انت مش عايش معاها وبتشوفك كل فتره ما تدخلش مكشر او ما تدخلش بالمود ده. يعني في ناس مودها كده بيبقى جميل بقى لطيف بس سيبك من الناس دي. هو من غير اي حاجه الام من غير ما تشوفك هي بتبقى ممكن تكلمك تقول لك انت كويسه. في بقى الحاسه دي. يعني في حاسه كده غريبه عند الامهات عموما تحسسك ان هي مكشوف عنها الحجاب فعلا، ان انت فعلا في الوقت ده بتكون مضغوط في الوقت فتخلي الدنيا تلف بيك بقى، ودعوة منها طبعا بتبقى زي كده ما تحس ان انت مثلا خلاص في المشكلة دي اتحلت ومفيش مشاكل تانية تبقى في حياتك. صح. طيب تعالى كده نشوف منى. الو الو يا منى ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. منى قولي لنا عملتي ايه النهاردة ولا لسه ما عملتيش؟ يعني للأسف لسه ما عملتش اي حاجة، يعني واحد في الشغل لغاية دلوقتي فعرف يعمل اي حاجة. طب ناويه تعملي ايه؟ لا المفروض ان احنا نتجمع بقى ونديها هديه كلنا وكده، بس لسه هنجيب هديه لسه يا منى. احنا حتى ما جبناش هديه اساسا، بس طب يعني بتفكروا عندنا هديه. احنا قلنا بتفكروا في هديه زي ايه مثلا؟ يعني ايه الهديه اللي كل انتوا كام اخ؟ هي كان في حاجه في البيت، احنا اربعه وهي كان في حاجه في البيت كانت محتاجاها، فقلنا بقى هنجيبها لها كلنا. هي دي بقى الهدايا يعني، هي في الاخر هي لماما بس برضو احنا كلنا بنستخدمها بالظبط. هنستفيد. ايوه بالظبط. قلايه بالكهرباء هتجيبوا لها حله وانتوا كلكم هتستخدموها. بالظبط. ايوه يعني مصلحتنا برضو في الاول وفي الاخر. طيب ما فيش في مره كده مثلا جبت هديه لمامتك وقالت لك ايه يا بنتي اللي انتوا جايبينه ده انا مش عايزاه مثلا؟ او لا خالص، دي قناعه جدا. هي اصلا طول الوقت تقول لنا ما تجيبوش ووفروا، لا خلوا هاتوا انتوا اللي انتوا عايزينه. لا هي مش كده خالص يعني بصراحه. طب قولي لي يا منى ايه يعني نخلي الموضوع، مامتك بتسمعنا الاول ولا لا؟ لا ما اعتقدش. ماشي يبقى فرجيها بفرجيها بفرجيها بعدين. قولي لي ايه اكتر حاجه بتحبيها في مامتك؟ اكتر حاجه ان هي يعني ما فيش تحنيتها وطيبتها وتسامحها. يعني هي قلبها كبير قوي ودي احلى حاجه فيها. اوكي. طب عايزه تقولي لها ايه النهارده؟ عايزه اقول لها ان هي اهم حد واغلى حد واغلى حاجه في حياتي. ربنا يخليها لك كده يا منى يا رب، تفضل جنبك العمر كله كده ويديها الصحة. شكرا ليك يا رب. خلينا بقى ناخد مغربي معانا على التليفون. يا مغربي مساء الخير يا أحمد يا خطيب. مساء النور. عامل إيه؟ تمام الحمد لله. عملت إيه النهاردة في عيد الأم؟ أنت طيب يا أنت طيب يا مغربي. هو بيضحك على إيه؟ بتضحك على إيه يا أحمد؟ هو أنت استنى، هو صاحبك؟ صاحبك؟ قول لي حمادة عملت إيه في عيد الأم النهاردة؟ والله انا كنت بصراحه انا جبت لمامتي امبارح هديه، بس
طلعت مش مقاسها فراح رجعها دلوقتي. دي جزمه دي ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني انت بعد ما اديت الحاجه الهديه قلت لها لا مش مقامك يا ماما هاتي بقى رجعها. لا مش مقاسها. مش مقاسها. لا الحاجه مش مقاسها فاروح اغيرها بس وواحد صاحبي كده طالب مني يعني حاجات اروح اعملها له وبعد كده هروح بقى اشوف اشتري حاجه ثانيه يعني لماما. ده انت اكيد اللي طالب صح؟ الله يخليك الله يخليك يا مغربي الله يخليك يا مغربي لمامتك وليا ان شاء الله. يا رب يا رب وكل سنه وانتم طيبين كلكم. ميرسي ليك ميرسي باي باي. يا بقى يا ابني بقى انت عارفه المشكله ايه؟ مش اصحابي بس يعني انا ببقى خايف من اصحابي على الهوا لان برضو كل شويه يهددوني احنا هنتصل بك على الهوا واخده بالك؟ مامتي كمان طول الوقت بقى انا هكلمك انا بقى على الهوا هشوف الموضوع ده انا بقى على الهوا بقى فببقى قاعد مترقب دايما ان لو امي اتصلت تقفله عليها يعني لو او ممكن تخش مثلا باسم غير اسمها وفجاه نتفاجئ ان اوسا هي اللي معانا على التليفون. كل سنه وانت طيبه يا اوسا ويا رب كده دايما معانا وربنا يديكي الصحه وتفضلي تدعي لنا كده طول الوقت. يا رب ان شاء الله كل سنه وكل امهاتنا طيبه. كل سنه وانت طيبه يا ماما ويا رب كده يديك الصحه وطولت العمر. انت وبابا وانت وكل الامهات يا رب ان شاء الله كده وتكون سنه خير وسنه سعاده ويا رب كده كل واحد مامته جنبه تكون يعني باحسن صحه وباحسن حال وربنا يرحم يا رب كل حد والدته مش موجوده معاه النهارده. فقرتنا دي خلصت هنطلع لفاصل بعد الفاصل بقى نرجع نستمتع كده معاكم بالحان عيد الام مع العازفتين نور واشرقه. خليكم معانا. هو مفيش حلم احلى من كده. والنبي مفيش حاجه كده حلويات وحلم كده ومفيش احتفال بعيد الام ده احلى عيد ام ده ولا ايه؟ الاول طبعا بنشكركم جدا الحلويات اللي طالعه منكم نوره واشرقه يعني الاثنين بيعزفوا بمهاره وفي كده اداء عالي طبعا على الطبل ما شاء الله واداء عالي جدا على الناي وفي فلوت يعني بس مش ناي بس صح طيب في البدايه كده عايز اسالكم الاول كل واحد سؤال فهنبدا بنوره. نوره قولي لي ايه حكايه الناي ممكن اسلم عليهم؟ لا اتفضل يعني لو تكرمت منورين وبصينا يعني مبسوطين جدا بجد ان انتم معانا والله ده شرف لينا ان احنا موجودين معاكم النهارده. ميرسي. اتفضل. هتقولي حاجه ثانيه نوره؟ لا خلاص النهارده عيد الام يا نوره وانا عايز ارضيكي بكل الوسائل. طيب نوره قول لنا دلوقتي ايه علاقه الفلوت بالناي؟ يعني دي حاجه شرقي جدا ودي حاجه غربي جدا وازاي جه معاكي ان انت تلعبي في آلة نفخه او آلة فلوت او ناي؟ هو اصلا انا بعزف فلوت من وانا صغيره. يعني انا بادئه بالفلوت الناي معايا وانا يعني بدات الناي وانا كبيره شويه. ما كنتش عارفه الناي ما اعرفش الناي خالص يعني يعني اسمعه علشان بابا طبعا هو مصري بابا طبعا فهو يعني بيسمع موسيقى شرقيه وهو اصلا موسيقي فطبعا الشرقي في ودني. أوكي. بس ايه الناي ما مسكتوش خالص غير لما اكون يعني عديت 20 سنه يعني. فالاول اتعلمت الفلوت في النمسا فاصلا بابا والدي يعني هو قال لي ما تعزفي ناي فجاب لي ناي فكده الموضوع بدا يعني حتى ما كانتش فكرتي انا هو اللي جت كانها لعبه مثلا او هديه هو بيديها لك. لا هو شايفني ان انا بعزف فلوت يعني وبيقول لا انت شاطره وتمام وكده ما تعزفي ناي برضو بالمره كده ويكون حاجه شرقي برضو لان الفلوت زي ما بتقول غربي بتتعزف عليه برضو حاجات شرقي بس طبعا الطعم غير طبعا. أوكي. يعني بيكون مختلف اكيد. أوكي. هنسمع بعد كده النغمه بتكون اكيد كل عيله بيكون ليها صوت مميز بيها يعني. طيب اشرقت احكي لنا بقى حكايتك مع الطبله. بصي انا برضو بدات وانا صغيره اتعلمت شويه كده في مدرسه موسيقى وبعد كده قعدت شويه فتره رجعت تاني من حوالي 5 سنين مثلا سمعت ان في دار الاوبرا مركز تنميه المواهب ده لكل الالات. فطبعا عرفت ان استاذ سعيد الاوتست موجود هناك فرحت هو طبعا يعني العازف الاول في مصر والشرق الاوسط فرحت قدمت في دار الاوبرا معاه ولسه بقى معاه لحد دلوقتي يعني بقالي 5 سنين معاه بتعلم وبنعمل كورسات وبنحضر حفلات وحاجات كتير جدا معاه فانا لسه لحد دلوقتي موجوده معاه. حلو. انتوا دارسين ايه اصلا يعني دارسين حاجه ليها علاقه بالمزيكا ولا؟ انا دراستي ما لهاش علاقه بالمزيكا انا في كليه اداب جامعه عين شمس.
القسم ايه؟ علم اجتماع. اوكي. شفتي بتحدد القسم. ايوه. اصل انا كمان كنت ادب عين شمس. وانت يا نور؟ انا اصلا معايا ماجستير في الترجمه وفي اللغات. أوكي. اصلا يعني حلو قوي. بس انت اصلا عايشه في النمسا صح؟ انا عايشه في النمسا ومصر، يعني باجي مصر كتير، ومن صغري انا باجي مصر كتير. يعني البلدين بلدي يعني. وبتتكلمي مصري يعني باباكي عشان مصري ومامتك من النمسا صح؟ ايوه نمساويه صح. اوكي. طيب بمناسبه بقى الحاج سعيد الارتست يعني الملك، يعني بص اول ما قلت الحاج سعيد الارتست انشكحوا، لان هو راجل مبهج وهو ده البهجه بتاعته. عنده كاريزما كمان. لا ده رهيب رهيب. نوره بص بتتكلم يا حاج على الكاريزما، مش انا ده هو طبعا ده الكاريزما كلها ده. الكاريزما كلها. الحاج سعيد الارتست زي ما احنا عارفين او الناس كلها ممكن تكون عارفه، ده الملك بتاع الايقاع، وهو طبعا مجهوداته في موضوع دار الاوبرا ومركز تنميه المواهب ان هو بيخرج مواهب يعني ما شاء الله زيكم، وكل حفلة بيبقى معاه حد كده هو بيبقى فخور جدا وهو بيقدمه في الحفلات. ان انتوا تاخدوا الكورس معاه ده ضاف لكم ايه؟ انا بالنسبة لي هو اللي علمني اصلا كل حاجة، يعني من البداية خالص، من اول ما ازاي تمسكي طبلة والخمس حروف الاساسية بتوع الطبلة، لحد بقى ما زي ما انت شايفني دلوقتي، او ان انا اقدر اعزف مع اغاني او مع الات او كل ده. احنا عددنا تقريبا فوق 50 بنت في مع استاذ سعيد في الكورس او في دبل اوبرا يعني. فدايما كان بيبقى عندنا حفلات، الحفلات المفروض كل فصل بيطلع لوحده، يعني فصل الايقاع بيطلع حفله ايقاع، فصل الجيتار بيطلع حفله جيتار. فهو كان حابب ان هو يعلمنا ازاي حاجات اكتر من ان انت تبقى ايقاع بس. فكان كل حفله بيجيب لنا الات تانية موسيقيه تبقى مصاحبه لينا، بحيث تبقي متعوده ان انت تشتغلي مع الات تانية مش بس كطبله لوحدك. يحصل الاكومباني او ان انت تبقي مع انك تسمع انت تسمع الات تانية كتير وتقدر تشتغل معاها عادي. فكل حفله في الات كتير مختلفه، تخت بقى شرقي، ممكن يجيب ناي تبقى سولو لوحدها مع الات تانية واحنا معاها. فمن هنا بقى عرفنا نشتغل ازاي مع كل الالات الموسيقيه عموما. حلو قوي. طب نسمع ايه دلوقتي وبعدين نرجع نكمل كلام؟ نعمل ايه؟ موزارت؟ موزارت. اوكي. احنا محضرين موزارت بس عن ناي والطبله. اوكي. اوكي. يلا بينا. يعني انا شايف بص الناي بقى، الناي في ستراس و ايه رايكم؟ انا محضره على اساس البرنامج. يعني موزارت على الناي وكمان ايوب ومقسوم، يعني ما شاء الله. يعني بص حاجه موزارت ما كانش يحلم بيها. المصطلحات اللي هو بيقولها مش فاهم ايه صوره التصوير. الايقاع اللي اشرقت كانت بتلعبه ده اسمه ايوب. اوكي. وبعد كده عملنا المقسوم في الاخر، عملنا ده اللي هو الحته اللي انت ايوه اول كده. احنا بقى احنا كمصريين اول ما تحولت الايقاع كده بدات براحه المقسوم، كلنا طبعا بنروح كمان مع الايقاع. لا حلو ومبهجين قوي قوي قوي. لا ابهاج ابهاج يا سلام. شفتي انا الاستراس ده برضو شاغلني واخد عينك. طيب نوره عايز اسالك سؤال. ايه الفرق ما بين الناي والفلوت في العزف يعني كتكنيك؟ هل مثلا في حاجه هنا مثلا زياده، او في حاجه بتعمليها هنا ما بتتعملش على الناي والكلام ده كله؟ عايزك توضح لنا وتوضحي للساده المشاهدين. يعني هو بشكل عام الفلوت غربي يعني بيعزف كل سلام الغربية، والناي شرقي. أوكي. يعني الناي في ربع تون، يعني الربع تون ده مش موجود على الفلوت مثلا، اللي هي يعني السيكا بقى، نغمة السيكا اللي عندنا. أيوة بالضبط. ده مش موجود على الفلوت. يعني في دلوقتي في زي حركات معينة ممكن تجيب السيكا دي برضو، بس يعني برضو مش يعني صعبة، وبرضو مش بتدي الطعم، لان هي مش مصنعة على ان هي بتدي يعني بتخرج النغمات دي. يعني ده اكبر فرق يعني في السلالم نفسها. وطريقة العزف يعني ده الفلوت ده بنمسكه كده وتقيل شوية عن التاني، والناي زي ما شفتوا بنمسكه كده. الزاوية مختلفة. وده خشب يعني. في ناي برضه دلوقتي نفس الخشب معدن. معدن بس يعني مش منتشر قوي، بس في موجود. بس المنتشر لسه الخشب يعني. انا بحس انه الناي هو لازم يفضل خشب يعني. بالظبط. طعمه عشان الصوت مختلف طبعا. الخشب غير المعدن او الحاجات دي. بالظبط يعني ده الفرق. بس ده بتنفخ فيه يعني ده بيشتغل فيهم وتتحرك الاصابع برضو يعني قريبين شويه من بعض بس يعني قريبين ومختلفين في نفس الوقت. طب قولوا لي اتعرفتوا على بعض ازاي وامتى قررتوا تعزفوا مع بعض؟
احنا تعرفنا على بعض في حفلات استاذ سعيد. أوكي. هو دايما زي ما بقول لكم بيختار حد مثلا مختلف كل حفله يعزف آلة جديده، فكانت نورة بتيجي معانا كسولو لوحدها، تطلع تعمل فقره في الحفله وتنزل، فتعرفنا طبعا احنا كبنات عليها كلنا من ضمن الحفلات بتاعت استاذ سعيد. بعد كده اتجمعنا وقلنا نعمل حاجه مع بعض، نجرب نعزف حاجه مع بعض كناي وطبله بس، مش كل الفريق. انتوا حلوين قوي مع بعض، وكمان انا ملاحظه ان انتوا لما بتعزفوا انت عينيكي على طول معاها. بالظبط. وهي في ساعات بتبص لك. ايوه. ما تكون عايزه حاجه معينه. اوكي. عشان نعرف نظبط كده احنا هنعمل ايه دلوقتي، هننقل دلوقتي، هنغير حاجه، فلازم نبقى باصين لبعض. اوكي. ما هو برضو في تواصل دايما. أيوة. ما بين يعني حتى احنا بنتكلم ككلام بس الالات بتتكلم برضو. بالزبط. بس يعني انا شايف في فلسفه. تمام. طبعا الموضوع كبير. الموضوع بس مش موسيقيين ومبهجين، لا في فلسفه في الموضوع. اما تيجي نسمع. عجبتني بقى العربه اللي قالتها في الاخر دي. يا سلام يا سلام يا سيدي على التمكن والبهجه والانبهار صراحه. طب عايز اسالكوا سؤال، هل انتوا بتختاروا الالات بناء على شخصياتكم، ولا بتاخدوا من الاله، يعني الاله هي اللي بتديكوا الروح بتاعتها؟ يعني مثلا انا حساكي شبه الطبله جدا، مبهجه وضحكتك مبهجه، ويعني في انبساط. نوره حساها عارفه حاجه كده كلاسي وهاديه، فحاسه انه مين اللي مختار مين؟ انا بحس ان الاله هي اللي بتطبع علينا، يعني هي اللي بتخلينا بعد كده تأثر في شخصيتنا. أوكي. يعني انا لما دخلت الطبله انا كنت صغننه، فما يعني ما كانش لسه في حاجه ان انا اختار، يعني انا دخلت الطبله بالصدفه. أوكي. وانا صغيره حبيتها، بعد كده قررت بقى ان انا اكمل فيها وكان اختياري. انما حسيت لما انا بدات خلاص بقى ابقى بتعلم طبله وطول الوقت بلعب وبعزف عليها، فان هي بتاثر فينا خصوصا الطبله، يعني هي مبهجه زي ما انت بتقولي، يعني اول ما بتتلعب بتحسي ان المكان كله بقى هايبر والناس كلها مبسوطه. صح. فهي بتاثر فينا، يعني بتشيل الضغط. بتشيل الضغط. حلوه دي. وانا بدات الفلوت برضو كنت صغيره. برضو صدفه، يعني انا شفت الفلوت في التلفزيون صدفه، فانا عايزه ده. وطبعا الوزيره الكبيره الناس عبد الدايم طبعا برضو شفتها بتعزف، فبقت المثل الاعلى، فبشوف يعني فكل الحاجات دي اثرت. يعني الواحد بيشوف مثلا حد شاطر جدا بيعزف زي الوزيره، فانت بتشوف عايز برضو تكون يعني زي الناس دي، فكده يعني برضو يعني هي اللي اثرت فيكي. صح. طبعا اثرت، يعني انا صغيره، وطبعا الواحد يعني باجي مصر فطبعا بشوف كل حاجه وبشوف الناس وكده، فطبعا كل حاجه بتاثر على الواحد. طيب قولوا لي، ما بتحاولوش مثلا تعملوا فيديوز سوا مثلا وتنزلوه على السوشيال ميديا، وتفكروا ان انتوا تعملوا حاجات برضو؟ دلوقتي في ناس كتير اتشهرت مثلا انها بتطبل او انها بتعزف، فممكن انتوا الاثنين برضو تعملوا حاجه كده، ما فكرتوش في حاجه زي دي؟ ما هو ان شاء الله اللي جاي بقى. لسه بنفكر. عارف لو احنا لازم ناخد وقت كده في التفكير. لا خلاص بقى. عشان ما يبقاش تو ليت. لا خلاص، لا هنعمل ده قريب. الحق نورة وهي قاعده في مصر مثلا، عشان الله اعلم هتسافر وهترجع امتى تاني. بالظبط كده. بس برضه احنا لسه مش متعرفين بقالنا كتير قوي، يعني هي فتره قصيره. طب نسمع ايه؟ احنا عايزين نسمع اكتر ما نتكلم. لا نعمل بقى اخر حاجه، او نعمل موسيقى عزيزه. موسيقى عزيزه. ايه ده، دي اخر حاجه؟ لا حاجه. يا سلام. اوكي. يا جماعه انا ماسك نفسي بالعافيه، مش عايز ارقص. يعني ايه الحلاوه وايه الطعامه؟ مش عارف، انا مش عارف اقول. انا كل الكلام اتقال والله. ربنا يخليك. ايه الحلاوه دي؟ انا مش عايزاكم تمشوا. يعني انا عايزاكم تكملوا معانا اليوم، يعني ممكن نفضل حبه حلوين كده نقعد بقى. يعني بجد اتبسطنا معاكم جدا جدا، وللاسف الوقت عدى بسرعه، بس مبسوطين ان انتوا كنتوا معانا النهارده، وان شاء الله يا رب كده مزيد من التالق والاعمال، وتفضلوا كده تبهجوا الناس باللي انتوا بتعملوه. شكرا ليك يا اشرف. انا سعيده اشكر الاستاذ، احنا الاثنين عايزين نشكر الاستاذ سعيد، لان زي ما قلنا يعني الكلام مش هيكفي اصلا، بس يعني بنشكره، وانا بشكره شخصيا برضو ان انا بطلع معاه، وطلعت معاه، شرف ليا كبير، ومع البنات واشرقت، ومبسوطه جدا. وانا يعني طبعا بشكره لان هو اللي معلمني كل البيج بوس. هو البيج بوس، هو الملك. احنا كمان بنشكره عشان طلع لنا حاجات حلوه كده. بنشكركم جدا جدا، نورتونا. شكرا.
كده خلصت فقرتنا ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون منورنا المستشار احمد فوزي حجازي اللي هيكلمنا النهارده عن عقد الوكاله. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع اللقاء المتجدد الاسبوعي مع المستشار احمد فوزي حجازي اللي هيكلمنا النهارده عن عقد الوكاله وهنعرف عنه اكتر من حضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم. منورنا. ميرسي يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. في البدايه كده، ايه هو تعريف عقد الوكاله؟ شوفي، عقد الوكاله ده عقد يمكن اغلب المجتمع عمله، اللي هو صوره الوكيل اللي بيعمل لحد عمل باختصار بسيط جدا، هو تصرف عمل او عقد بين طرفين، طرف بيتصرف نيابه عن الطرف الاخر تصرفات قانونيه. تمام. زي مثلا هنشوف، وفي الاصل برضو العقد الوكاله ده عقد بدون اجر، بدون عوض، يعني الاصل فيه ان هو مجانا. يعني حضرتك بتعملي لي توكيل او بتوكليني، مش ضروري على فكره صوره التوكيل بشكل التوكيل، ممكن حضرتك تطلبي مني توكليني مكتوب في صيغه التوكيل او غير مكتوب شفويا، ان انا اعمل لك عمل وده يكون اصله مجانا. اما انك اتفقت عليا بفلوس، ده ما يمنعش، يجوز برضو ان يبقى بفلوس عقد العقد الوكاله، يبقى بفلوس. طيب ايه هو صوره او شكله؟ عقد الوكاله ده بقى من العقود المدنيه اللي ليه حته مسمع جنائي ومسمع مدني. يعني 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 بيروح الناحيتين. طيب يسمع جنائي ازاي؟ حضرتك النهارده ايصال الامانه اللي الناس دي كلها بتكتبه هو اصله عقد وكاله. يعني انت لو بصيتي على صيغه ايصال الامانه، استلمت انا احمد فوزي مبلغ وقدره كذا من محمد لتوصيلهم لعلي. تمام. هنا طبيعه ايصال الامانه ده ايه؟ انه وكلتني اوصل الفلوس دي لشخص تاني. بالظبط. فهو عقد من عقود الأمانة الخمسة اللي هي عقد الوكالة، لأن جريمة خيانة الأمانة عندنا في القانون الجنائي تقوم، متى تقوم الجريمة؟ إذا وجد عقد من عقود الأمانة الخمسة، اللي هو عقد عادية الاستعمال، عقد الرهن، عقد الوديعة، عقد الإيجار، عقد الوكالة. تمام. عقد الوكالة اللي بنقول عليه الصورة اللي ادينا مثال ليها. طيب عقد الوكالة في المدني اللي هو أغلب الناس بتشوفه بصورة إيه؟ لما يجي يبيع لواحد شقة يقول له ايه؟ اكتب لي عقد، اعمل لي توكيل ان انا بيع لنفسي ولغيري و دي صوره من الصور. اعمل لك توكيل ان بعت لك شقه النهارده، انت عايزه صوره من الصور. ويمكن انا هركز على الحته دي لانها تهم الغالبيه، لكن باقي طبيعه عقود الوكاله تهم الناس كتير، بس دي الاغلبيه. انا اشتريت من حضرتك النهارده شقه، كتبنا عقد. هو العقد اللي انا كتبته معاك ده سليم؟ مليون المية سليم. عشان الناس بس ايه ما تقلقش. طيب العقد ده بينقل الملكية؟ ينقل الملكية، بس بشروط. احنا النهاردة عشان انقل ملكية عقد اللي حضرتك بعتلي بيه الشقة ده، قدامي امر من الاتنين، يا حضرتك تطلع معايا على شهر عقاري تمضي انك بايع وانا امضي ان انا مشتري. تمام. او يكون معايا منك توكيل، اهو بقى شوف التوكيل اهو، عمل تصرف قانوني معايا منك توكيل ان انا امضي لنفسي مشتري بايع. فاذا عقد الوكالة ده عقد مهم جدا في التوكيل ده. طيب انا لما اجي ابيع شقة اعمل عقد وكالة ولا ما اعملش عقد وكالة؟ لا، لما تيجي تبيع شقة تعمل الاتنين. في ناس تبيع وما تكتبش عقد، يعني يعمل لك عقد وكالة وما يكتبش عقد. طب دي ايه المشكلة فيها؟ المشكلة فيها انك انت تقدر ترجع عليا تقول لي ايه؟ انا عملت لك يا احمد يا فوزي عقد وكالة اللي هو التوكيل، وقلت لك في التوكيل انك تبيع لنفسك ولغير، انت بعت لنفسك، انا بعت لنفسي صح؟ طب هات بقى الفلوس. مش انا بعت لنفسي والمفروض عملت عقد لنفسي، كتبت ان احمد فوزي باع لاحمد فوزي بموجب التوكيل ده بمبلغ وقدره اكس، وهات بقى الاكس، انت بقى صاحب الفلوس، انت صاحب التوكيل. عايز الفلوس دي. عشان كده بنقول ايه؟ لازم نعمل عقد بيع عشان في عقد البيع ده يثبت فيه ان انت خدت فلوسك. لانك من حقك ترجع عليا تقول لي هات الفلوس دي بموجب التوكيل. بعض الناس يقول لك احكام محكمه النهضه قالت ان التوكيل بالبيع للنفس والغير يعتبر بمثابه عقد، ده تمام. طب وليه انت تدخل نفسك في جدال فقهي قانوني انت في حل عنه؟ فاللي بيشتري في شقه او بيشتري اي عمل
يعمل الاثنين، يكتب عقد يثبت فيه انه دفع فلوسه وانه اشترى، ويعمل عقد وكاله عشان لما يروح بقى الكهرباء، يروح الميه، يروح ينقل الملكيه، ما يحتاجش اللي باع له معاه. لانه العقد ده لما تروح بيه مثلا موظف الكهرباء تقول له ايه، انا شاري اهو من احمد وانا اللي بايع لك بجد، يقول لي وانا اعرف منين انه ده احمد اللي ماضي. ما يمكن انت جايب لاي حد، لكن احمد عامل لك توكيل قدام موظف مختص، الدوله بتعترف بالتوكيل. لكن اللي ما عملش ومعاه عقد بدون وكاله، هذا البيع سليم، ما يقلقش برضه. لكن ده بياكد ان هو لو راح اي مصلحه حكوميه تاني او بيعمل اي اجراءات تانيه ممكن هيبقى محتاج اقدر اسجل براحتي بدون ما ارجع لك. يمكن انت بعت لي ولما اقول لك تعالى معايا امضي تسجل في الشهر العقاري، تقول لي مش عارفه مش عايز ادفع فلوس. اللي احنا بنشوف ده بيحصل، اديني انا مش فاضي. لكن وقت ما انت بتدي له فلوسه، خد حقك، امضي عقد وخد توكيلك عشان بعد كده ما يبقاش في حد ماسكك او انت بتجري ورا واحد. طيب عشان تعرف تعمل اجراءك. استاذ احمد، ده بالنسبه لعقد الوكاله، ايه الفرق بينه وبين عقد العمل؟ تمام. بص، حتى من الاسم، هو انا بشتغل عند حضرتك. بعمل اجراءات ليك ولصالحك. طب ما هو الوكاله كده برضه. بالظبط. تمام. الفرق بين الاثنين ايه؟ في عقد العمل انت بيتحدد لك اجر، لازم عقد باجر. عقد الوكاله احنا قلنا ما فيهوش اجر. يعني عقد العمل ده محامي اللي بيقوم بيه ولا اي شخص ممكن؟ لا، هو على فكره الوكاله مش انت ممكن انا اوكلك تعمل لي حاجه وانت مش محامي. وعقد العمل انت بتشتغل هنا في القناه بموجب عقد عمل. تمام. بتعمل اجراءات نيابه عن الموظف. دائما ابدا عقد الوكاله بيبقى تصرفات اصلها قانونيه شويه. اما عقد العمل هو عمل عادي، عمل مادي. اوكي. يعني انت عمل مادي. طيب، دي نقطه. النقطه الثانيه ان زي ما اتفقنا ان عقد العمل ده عقد بفلوس، انت بتاخد اجر مقابل ده. الوكاله مش شرط انك تاخد اجر. طيب، انت في عقد العمل لو اختلفت في المبلغ اللي بينك وبين صاحب العمل، هترجع للعقد اللي بيثبت انك بتاخد كذا شهريه. لكن انا جيت قلت لك في عقد الوكاله لا انا تعبت وعملت مجهود و و و، ده يتقدرها القاضي، لكن هنا القاضي ما يتدخلش، هينفذ اللي مكتوب. تمام. عقد العمل سعادتك بتشتغل تحت اشرافي وتوجيهي، وبتيجي تمضي حضور وانصراف، وانا اللي بقول لك اعمل وما تعملش. عقد الوكاله مش كده. عقد الوكاله انت لا بتجيلي ولا بتعمل، انا وكلفتك ببيع شقه، تبيعها بقى لمحمد، تبيعها لاحمد، تبيعها باكس، تبيعها السنه دي، تبيعها بعد السنه دي، لكن انت بتشتغل عندي وكلفتك بتارجت معين، بهدف معين تحققه، بتشتغل تحت ادارتي، تحت توجيهي، تحت كده. لو اتفصلت مني، لو قلت لك مع السلامه في عقد الوكاله، اقدر انهي العلاقه وانت تقدر تنهي العلاقه بسهوله. في عقد العمل مش كده، لازم يبقى فيه برضه ورق رسمي. ان لا، انهاء العلاقه في عقد العمل ليها كذا شكل، من العامل ومن رب العمل. يعني انت كصاحب عمل ما تقدرش تيجي تقول لي خلينا نتكلم في العقود، العقد العمل الجديد اللي موجود دلوقتي. انت في عقد العمل الجديد النهارده ما تقدرش كرب عمل تيجي تقول لي ايه، امشي يا احمد بكره. لا، لازم مهله. لا، المده. المده، يعني انا قاعد سنه، طب حبيت تمشيني اخترك قبلها بمده، لا تكمل لي بقى المده، تدفع لي. يعني انا النهارده متفق مع حضرتك ان احنا مده العقد سنتين. انت زهقت مني بعد 6 اشهر، ماشي، بس هتدفع لي الباقي تعويضا. طالما انا ما كنتش مقصر يعني. دي طيب، في الوكاله انت تقدر تقول لي السلام عليكم في اي وقت، وانا اقدر اقول لك السلام عليكم في اي وقت. فهو العقد ده في الوكاله بانتهاء العقد ده، تمام، او بانتهاء الشيء الموكل به، خلاص. لكن في عقد العمل العلاقه مستمره. فالخلاف كتير، زائد طبيعه بقى انا لما ارجع اطرد من عندك وانا وكيلك، ماليش اي حقوق. لو انا عامل العقد الوكاله، لو انت عامل لي عقد وكاله وقلت لي خلاص انا مش مكمل معاك او مش عايزك، ماليش اي حقوق، الا اذا كنت صرفت مصاريف في الوكاله وعملت لك مثلا سافرت وعملت حاجه ابقى استردها. لكن في عقد العمل مش بمزاجك تقول لي امشي. لو كنا في عقود العمل القانون القديمه هندخل بقى نشوف ده فصل تعسفي وناخد حقوقنا الكامله عن الفصل التعسفي، لو عقد عمل عقد جديد هنبص على عقد العمل المده اللي باقيه
واخد باقي حقي. ده بيمشي مع القطاع الخاص والعام يعني ده الموضوع ده. هو قانون العمل عندنا، قانون العمل ده ليه قطاع اعمال وحكومي وقطاع خاص، فليه كذا منظور، ولكن الكل على فكره بيصب في صالح العامل. يعني قانون العمل في مصر، ويمكن خليني افضفض معاك شويه، ودي حاجة أنا يعني بنادي المسؤولين ويمكن ناس كتير هتزعل مني فيها. قانون العمل في مصر قانون موجود لصالح العامل، ودي حاجة خلت العمالة في مصر بتدلع شوية. يعني فيها دلع، يمكن كلنا في النهاية بنشتغل عند بعض، ولكن القانون نفسه بيقرص قوي على رب العمل، فيجب يحصل توازن شوية. زي ما رب العمل ليه حقوق، يعني انت النهارده لو زهقت مني وقلت لي انا ماشي بكره بعد ما اكون صرفت عليك وعلمتك وكبرت معايا، مش هعرف اعمل لك حاجه كتير خليني اقول لك. لكن لو انا قلت لك انت شخص، اسف مش حضرتك، اي حد، شخص مهمل ومش بيشتغل وبيطلع عيني عشان انا كرب عمل اطردك، دي شغلانه وتقعد ترجع عليا بقضايا، فده خلى العماله المصريه شويه يعني مريحه. فيجب انه يحصل شويه توازن، يحصل القانون بس يرفع سنا من مصلحه رب العمل، ان في النهايه خلينا نتفق على جزئيه، رب العمل لو لقى القطاع الخاص كله لو لقاك شخص مميز هو اللي بيمسك فيك. اكيد يعني انت في كل المهن عشان ما نختلفش، وكل القطاع الخاص نفسه في ناس شاطره ومميزه ومخلصه. لو لقاك كده مش هيسيبك، حتى لو فيك شويه عيوب هيستحملها. لكن انت بتلاقي العامل قارص قرصه لانه حاطط رجل على رجل. فيجب المشرع بس ياخد باله من الحته دي ويعمل توازن سنه في الموضوع ده، وان كنت هزعل الناس. بس هو مش شرط يا استاذ احمد، لا بالعكس، انا بشوف انه العكس هو اللي بيحصل. وقت ازمه كورونا دي ناس كتير مشيت من شغلها، ناس كتير رب العمل هو اللي مشاهم بسبب انه خليني اقول لك زي ما حضرتك قلتي، ده ظرف استثنائي كان على العالم كله. ما كانش حد يقدر يواجه الظروف. خلينا نقول ان القانون بيطبق للظروف العامه مش الاستثنائيه، الظروف الاستثنائيه تقدر بقدرها. ولكن الظرف العام في دلع شويه في القانون، او مدلع قانون زي يعني مدلع، مش عيب القانون يدلع، مش عارفه بس مش حاسه زي قانون الايجارات ما مدلع المستاجر، مش حاسه انه ده بيحصل على ارض الواقع. يعني عاده ممكن الشغل يمشيني في اي وقت وما بوصلش مثلا معاه الحاجه. لا مش لا شرط، مين قال لحضرتك كده؟ ناس كتير مش شرط ان هي توصل لحاجه، لا ده يبقى تقصير منه. على فكره من حاجات عارفه زي في قانون الاحوال الشخصيه يقول لك الزوجه بتشتغل من غير عقد يا استاذ احمد، يعني العقد ما بيبقاش في ايديهم. حلو جدا، نتكلم في الحته دي، نتكلم. ماشي يلا. على فكره دي هي غلطه رب العمل، العامل يستطيع ان يثبت العلاقه العماليه بينه ورب العمل بكافه الطرق الاثبات. تخيلي، يعني انت تقدري، مش شرط انك تبقى معاك عقد عمل، انت تقدري تثبتي ان بيني وبينك علاقه، مجرد انه يعمل لك، اديك امثله، بيحولك الفلوس على بنك معين وانت تصرفيها، اثبت علاقه العمل. دي مشكلته هو اللي على فكره اللي هيتدبس فيها، عارفه ليه؟ انت بقى وقتها هتقيمي مرتبك وهتدخلي في تفاصيل بس مش عايز افتح فيها شويه. حضرتك مدين لك علاج طبقا للعمل، الورق، المخاطبات، انت تقدري تثبتيها ب 100 طريقه. فمش محتاجه انت على فكره، يعني مش محتاجه عقد عمل، العامل مش محتاج عقد عمل. لا بس هي نوره ممكن تكون وجهه نظرها اني دلوقتي انا طالما ما فيش ما بيني وبين الجهه او المؤسسه عقد، يبقى انا في اي وقت المده لا وفي اي وقت ممكن مع السلامه، ما فيش حاجه تثبت ان انا عامل عقدي ادك سنه او سنتين او ثلاثه. ما هو ده اصبح مشكله المنشاه مش مشكلتك. انت النهارده هتدعي وادعائك سليم انك انت بتشتغل معايا في منشاتي، تمام، بقالك سنتين ثلاثه، ده ثبت اثباته سهل جدا. ماشي، اللي فاضل بقى في العقد، المده اللي فاضله ازاي اثبتها؟ في العقد؟ يعني لو فاضل لي مثلا سنه وهم مشوني، ازاي اثبت ان انا فاضل لي سنه من غير عقد؟ كويس جدا، عقدك متجدد، هتثبتي من المده اللي انت بدات فيها، هتقولي انا بدات في يناير وعقدك متجدد بيتجدد في يناير، طالما لسه مستمريه انت بتكملي سنويا، او تقولي انا عقدي كل كان في اتفاق بيننا لمده 3 سنين، هو بقى عليه يثبت العكس. هو بقى ما معهوش ورق يثبت العكس. فانت اللي هتكوني صح. اوكي، على فكره دي في صالح العامل مش ضده.
يعني يعني دايما في حاجات الناس شايفاها انها لا دي غلط. زي عارفه بالظبط زي ايه؟ اديك مثال. واحد يقول لي ايه؟ انا اجرت لواحد شقه بس ما كتبتش عقد عشان اطرده زي ما انا عايز. في منتهى الخطوره. ده في منتهى الخطوره، يعني الشخص ده لو قعد فتره طويله وانت سحبت وما خدتش بالك يستطيع ان يطلق يعني يثبت وضع يد الشقه بتاعتي الشقه بتاعتي. يعني بيبقى فرحان قوي انه ما كتبش عقد. ده بالعكس ده عقد ده عقد الايجار ده حمايه ليه. حتى لو لو اللي مأجر معاه عقد تمليك، يعني لو اللي مأجر عنده يا باشا لو معاك عقد مسجل شهر عقار انت واجرت لي وانا قعدت 15 سنه ما العلاقه بيني وبينك بديك الاجره من غير ايصالات وانت مش كاتب عقد وفرحان وكده، بكره خدتها منك تمليك وضع يد. يا نهار ابيض. اه هو الناس وبيبقى فرحان قوي يقول لي على الفكره انا مش كاتب عقد، يعني مش كاتب عقد بقالك قد ايه؟ لا من زمان قوي، انا مش فاكر من ايام ما عياله كانوا صغير. يخرب عقلك انت كده، انت كده بتاذي نفسك. ففي امور الناس اعتادت انها تشوفها غلط او هي قانونيتها او فقه القانوني بتاعها او المشرع مش كده خالص. فما يعني ما تقلقيش من حته لا انا مش علينا لا كل الناس العمال لا بالعكس مش قصه انه ما معهوش عقد عمل دي ما تقلقنيش انا شخصيا يعني. تمام ماشي. طيب نرجع تاني لعقد الوكاله. تمام عايزين نعرف ايه الفرق ما بين عقد الايجار وعقد الوكاله. تمام. شوفي عقد الايجار صوره ايه؟ انت دايما في اديكي مثال للاختلاف عشان نعرف الشبه. عقد الايجار انا ممكن اجي اقول لك ايه؟ انا احمد عندي مول تجاري اجرت لك، قلت لك خد المول التجاري ده كله حضرتك واجر فيه براحتك. هل ده وكاله ولا عقد ايجار؟ كده وكاله. كده وكاله. لانه لو كان عقد ايجار انا ما اعرفش اطلعك الا بشروط عقد الايجار. اوكي. فتعريف قانون العمل اسف الوكاله وقانون الايجارات التعريف نفسه وصياغه العقد في شكل انه يبقى ايه هينطبق عليه القواعد اللي بتحكم العقد ده. هتنطبق عليه قواعد اللي بتحكم قانون الايجارات ولا قانون العمل ولا قانون الوكاله او عقد الوكاله اسف تنطبق عليه. فزي ما اتفقنا عقد الوكاله تعريفه واضح جدا انه عمل غير بغير اجر، عمل تصرف قانوني، كل ده. لكن عقد الايجار مش كده، ده باجر وبدون وعمل مادي في اغلب الاوقات، وان كان في المثال اللي انا اديته يشمل المادي والقانوني. فاذا عقد الايجار بيختلف برضو عن عقد الوكاله في انه عقد بعوض بفلوس ما بينتهيش بوفاه اطرافه. يعني عقد العمل عقد الوكاله حضرتك بموت الموكل ما ينفعش الورثه يكملوا الموضوع لانه عقد شخصي. لكن لو انت حضرتك انا عامل لك كشركه او ككيان هذا الامر ينفع اولادك يكملوا. طيب استاذ احمد ايه الفرق برضه بين عقد الوكاله وعقد المقاوله؟ تمام. المقاوله زي ما احنا عارفين انت بتبقى بتاخد شيء على سبيل حاجه محدده زي مقاوله معينه. طيب المقاوله دي بيختلط الامر بين امور. يعني مثلا مهندس خد منك اعمال مقاولة، هل هو وكيل عنك ولا مش وكيل؟ احنا قلنا عقد العمل انه بيشتغل تحت ايدك وتحت اشرافك وبتوجيهك، هو ده اللي بيبرز. طب المقاول ما بيشتغلش تحت ايدك ولا تحت اشرافك ولا تحت توجيهك، انت بتقول له ابني لي او خد المشروع ده اعمل لي ده، هو كده شويه شبه الوكيل. العقد الوكاله اذا كان اغلب التصرف تصرف مش قانوني مادي فاذا احنا بصدد عقد ومقاوله. لكن لو كان اغلب التصرف تصرف قانوني فاذا كنا بوكاله. زي المحامي حضرتك مستشار، واحد مستشار قانوني للشركه، هو ما بيجيش عندها ولا بيمضي حضور ولا انصراف، ده مستشار قانوني. اغلب الطلبات اللي تطلب منه ايه؟ تصرفات قانونيه. فهنا هو وكيل عن الشركه اكتر منها ان هو محامي الشركه، ان هو لا اكتر منها ان هو عقد مقاولة مش مقاول، لأن تصرفات المهندس قلنا أنه مقاول. فعقد المقاولة اختلافه مع اختلاف مع عقد الوكالة في الأمور دي. إنك ده التصرف ده مادي ما بينتهيش برضو، ممكن المقاولة برضو تكمله الشركة المقاولات ما بينتهيش بوفاة، ده ما تقدرش حضرتك
تلغيه في اي وقت. ما ينفعش تيجي تقول لي انا مش مكمل معاك وانا الوكيل وده باجر وده من غير اجر. لا، انت ملتزم انك تكمل معاه اتفاقك في عقد المقاوله، ولما المقاول ما ينفذش التزاماته زي ما انت عارف بتروح محاكم وياخد تعويض وهكذا. فتكييف شكل العقد مهم جدا، عشان ده البلورة او الفلسفه اللي القاضي بيبص عليها. هيطبق عليه احكام ايه؟ هيطبق عليه احكام الوكاله ولا هيطبق عليه احكام المقاوله؟ وهكذا في كل الاختلافات. طيب استاذ احمد، هل ينفع نعمل عقد جواز او عقد طلاق بتوكيل عام رسمي؟ لا، شوفي، في امور المشرع اختص بيها توكيلات خاصه. يعني واحد عايز يوكل في طلاق من مراته، واحد قاعد بره وبيطلق او بيتجوز، لا، لازم يكتب اسم الزوجه واسم امها. ده في التوكيل. ما هو بيبعت توكيل لوالده يعمل له او لاخوه او تيفر، حتى حد غريب مش قصه. تمام. لا، ما ينفعش التوكيل العام. يعني انت عامله لي توكيل عام رسمي، ما ينفعش. لازم توكيل خاص. لازم توكيل خاص، وبالذات في الزواج والطلاق اللي حضرتك ذكرتيه، يبقى بيشترط كتابه اسم الزوجه واسم امها. تمام، على اساس ان ده امر محدد جدا، المشرع اختصه بتوكيل خاص. تمام. طيب، في من الرسائل اللي جات لحضرتك يا استاذ احمد، حد بيسال ايه الحل اذا اصدر شخص شيك بتوقيع غير توقيع البنك؟ يعني مضى توقيع. انا بطلع لك شيك دلوقتي رحت مشخبط، ما انت مش عارف دي شخبطتي ولا لا. زيه زي اصدار شيك بدون رصيد. قضية تعتبر ولو تعتبر قضية. ما هو ايه؟ يقول لك ايه؟ عقوبة دي ايه؟ إذا أصدر شخص شيك بدون رصيد، إذا أصدر شخص شيك بتوقيع غير مطابق لتوقيعه في البنك، أو بطريقة تحول دون صرف الشيك، ما أنت ممكن تشخبط لي أي شخبطة. لا، مش تشخبط في الإمضة، تعمل إمضتك صح. وتيجي تشطب تعمل خط كده جنب الفلوس، يعني تخلي عميل البنك يقول لك لا، لازم عايز توقيع جنبه. لو شخبطت الشخبطه او دي او شيك بدون رصيد او كل الكلام ده، انت بتعاقب بنفس نص الماده اللي هي خاصه باصدار شيك لا يقابله رصيد. دي شيء ما يقدرش. طب وده ايه اللي يثبته؟ ما ممكن يقول ان انا دفتر الشيكات ضاع مني او انه. طيب شوفي يا فندم، واحد، دفتر الشيكات ضاع منك، الطبيعي انك تعملي محضر فقد. طيب ما انت ممكن تروحي تعملي محضر فقد بعد ما تديني شيك، او انت عارفه انك هتصرفي لي شيك النهارده وتديني واحده. مش في شخبطه اللي عملها قدام حضرتك. وعشان كده بنقول للناس ارجوكم ما حدش ياخد شيك من جيبي. يعني اقول له ايه؟ مكتوب. اهلا يا احمد بيه، اتفضل الشيك اللي اتفقنا عليه وادهوله. يكتبه قدامي. لا، يمضيه قدامي، مش مشكله يكتبه. مش فارق معايا يكتبه، لكن يمضيه قدامي. الشخبطه اللي انت شايفاها دي الطب الشرعي يطلعها، هي شخبطه ولا لا؟ طالما طلع ان الشخبطه او الكتابه او اي الفورمه اللي عملها عمل كده خط، ده بتاعه، يبقى الشيك بتاعه. حلو. فما تقلقيش. تمام. انا مش قلقان. انا يا ريت حد يديني شيك. ان شاء الله لو من غير رصيد. بالظبط، عادي. نورتنا جدا يا استاذ احمد، وافدتنا كالعاده، وان شاء الله نشوفك على خير الاسبوع الجاي. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا يا خطيب. شكرا يا نوره، وكل سنه طيبه، وكل سنه امهاتنا كلنا بخير جميعا. يا رب. امين يا رب. كده خلصت حلقتنا النهارده. كل سنه وكل امهاتنا بخير يا رب، وبصحه وبسعاده دايما، وكل واحد والدته كده معاه تفضل جنبه العمر كله يا رب. امين يا رب. امين يا رب. خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم على خير بكره في نفس الميعاد. باي باي.